طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. حمدا لمن أسماؤه مكملة، الله لا إله إلا هو له، حمدا كثيرا دائم البقاء، مكافئا ترادف الآلاء، ثم الصلاة والسلام تترى على أجل العالمين قدرا، وآله أفنان دوحة الشرف، وصحبه والتابعين نعم السلف. ما لمع البرق على أم القرى، وهتفت قمرية على الذرى، يا ربي وفقنا وكل خير هبنا، وعنا نحي كل ضير، وامنن علينا بقضاء الحوج، وامنن علينا بقضاء الحوج وكل شدة وكرب فرج، يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا، وانشر علينا من الستر الجميل ردا، وافتح لنا منك فتحا غير منقطع، واجعل لنا سندا واجعل لنا مددا، وهيئ الصعب من خير الامور، وكن لنا معينا على الطاعات مستندا. الحمد لله ما دام الوجود له، حمدا يبلغنا منه الرضا ابدا، ثم الصلاة على المختار سيدنا وآله الكرماء وصحبه الزهداء. اما بعد، فحياكم الله وبياكم من مجالس القراءة والتعليق على مختصر الداء والدواء، أصول الكتاب لابن القيم المعروف بكتاب الداء والدواء، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. طيب، تفضل شيخنا عبد الرب، اقرأ علينا الكتاب. أحسن الله شيخنا. ومنها أن المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته، ولا بد وتمحق فإن بركته وتمحق وتمحق بركته بركته ولا بد فإن البر كما يزيد في العمر فالفجور يقصر العمر. وسر المسألة أن عمر الإنسان مدة حياته، ولا حياة له إلا أن عمر بإقدام. الإنسان وسر المسألة أن عمر الإنسان مدة حياته. نعم. وسير المسألة أن عمر الإنسان مدة حياته، ولا حياة له إلا بإقباله على ربه والتنعم بحبه وذكره وإيثار مرضاته. ومنها أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا ويولد بعضها بعضا حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها. كما قال بعض السلف: إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن من ثواب لا، السلف. إن من عقوبة السيئة السيئة اسم إن السيئة بعدها. إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها، حتى يرسل الله سبحانه وتعالى برحمته عليه الملائكة تؤزه إليها أزا، وتحرضه عليها وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها. ولا يزال يألف المعاصي ويحبها ويؤثرها، حتى يرسل الله عليه الشياطين فتؤزه إلى حتى يرسل حتى يرسل الله إلى حتى يرسل الله عليه الشياطين فتؤزه أزا. فالأول قواج ذو الطاعة بالمدد، وفصاروا من أكبر أعوانه، وهذا قواج ذو المعصية بالمدد، وهذا قوى جند المعصية بالمدد، فكانوا أعوانا عليه. ومنها وهو من أخوفها على العبد، أنها تضعف القلب عن إرادته، فتقوى إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا، إلى أن تنسلخ من قلبه وإرادته وإرادة التوبة بالكلية. فلو مات نصفه لما تاب إلى الله. ولو مات نصفه ولو مات نصفه فلو مات نصفه لما تاب إلى الله فيأتي من الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بشيء كثير، وقلبه معقود بالمعصية مصر عليها عازم على مواقعتها متى أمكنه. وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك. ومنها أن ينسلخ من القلب استقباحها أنه ينسلخ. أحسن الله عليك ومنها أنه ينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة، فلا يستقبح
فلا فلا يستحق. يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه. وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التهتك وتمام اللذة، حتى يفتخر أحدهم بالمعصية ويحدث بها من لم يعلم أنه عملها، فيقول: يا فلان عملت كذا وكذا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من الإجهار أن يستر الله العبد ثم يصبح يفضح نفسه ويقول: يا فلان عملت يوم كذا وكذا وكذا، فيهتك نفسه وقد بات يستره ربه. ومنها أن كل معصية من المعاصي هي ميراث عن أمة من الأمم التي أهلكها الله عز وجل. فاللوطية ميراث عن قوم لوط، وأخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص ميراث عن قوم شعيب، والعلو في الأرض بالفساد ميراث عن قوم فرعون، والتكبر والتجبر ميراث عن قوم هود. فالعاصي لبس ثياب بعض هذه الأمم فالعاصي لابس فالعاصي لابس ثياب فالعاصي لابس ثياب بعض هذه الأمم وهم أعداء الله. ومنها أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه. قال الحسن البصري: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد، كما قال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. وإن عظمهم الناس في الظاهر لحاجتهم إليهم أو خوفا من شرهم، فهم في قلوبهم أحقر شيء وأهونه. ومنها أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويصغر في قلبه حتى يهون حتى عليه. يهون حتى يهون عليه ويصغر في قلبه، وذلك علامة الهلاك. فإن الذنب كلما صغر في عين العبد عظم عند الله. وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنها في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. ومنها أن غيره من الناس والدواب يعود عليه شؤم ذنبه فيحترق هو وغيره بشؤم. شؤم ذنوبه. أحسن الله. ومنها أن غيره من الناس والدواب يعود عليه شؤم ذنوبه فيحترق هو وغيره بشؤم الذنوب والظلم. وقال مجاهد: إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة. لا، إذا اشتدت السنة، القحط والمجاعة والجدب. أحسن الله عليك. قال مجاهد: إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر، وتقول: هذا بشؤم معصية ابن آدم. ومنها أن المعصية تورث الذل ولا بد، فإن العز كل العز في طاعة الله. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي فليطلبها بطاعة الله، فإنه لا يجدها إلا في طاعته. وكان من دعاء بعض السلف: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. فقال الحسن: ولا تذلني بمعصيتك. وقال الحسن البصري: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. قال عبد الله بن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. ومنها أن المعاصي تفسد العقل، فإن للعقل نورا والمعصية تطفئ نور العقل، ولا بد
وإذا طفي نوره ضعف ونقص. وقال بعض السلف: ما عصى الله أحد حتى يغيب ما عقله. عصى الله أحد، ما عصى الله أحد. ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله. ومنها أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على حتى قلب يغيب عقله، حتى حتى يغيب عقله. قال بعض السلف: ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله. ومنها أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين، كما قال بعض السلف في قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال: هو الذنب بعد الذنب. ومنها أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لعن على معاص وغيرها على مع معاص على احترم معاص وغيرها أكبر منها. أحسن الله فإنه لعن على معاص وغيرها أكبر منها، فهي له أولى خطأ بالضم. وغيرها أكبر منها. أكبر بالضم. أي نعم، هنا واو استئنافية، وغيرها أكبر منها. أحسن الله عليك. فإنه لعن على معاص وغيرها أكبر منها، فهي أولى بدخول فاعلها تحت اللعنة. فلعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة، ولعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، ولعن المحلل والمحلل والمحلل ولعن والمحلل المحلل والمحلل له. ولعن المحلل والمحلل له ولعن السارق. ومنها حرمان دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة الملائكة، فإن الله سبحانه أمر نبيه أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات. قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فهذا دعاء الملائكة للمؤمنين التائبين المتبعين لكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذين لا سبيل لهم غيرهما، فلا يطمع غير هؤلاء بإجابة هذه الدعوة إذ لا يتصف بصفات المدعو له بها، والله المستعان. نعم، حسبك، أحسنت شيخ عبد الرب. نعلق على هذه الصفحات الأخيرة ونختم مجلس اليوم. في صفحة رقم 24 قال أن المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته، فلا يكون في وقته بركة، تمضي عليه الأيام والليالي والسنون، فتور، كسل، لا قراءة، لا كتابة، لا ذكر، لا عبادة، ولا شيء. يمضي الوقت وينسلخ وينسل من بين يديه، كما ينسل الماء الذي لا يستطيع القبض عليه، كما الماء الذي لا يستطيع القبض عليه. وذكر أيضا أن المعاصي تولد بعضها بعضا، فأن الإنسان إذا المعصية تنادي بأختها وتأخذ بزمام أختها، وكذلك الطاعات، فإن الإنسان إذا أطاع الله سبحانه وتعالى يسر له ووفق له الطاعة التي تليها. وقد ذكر أهل العلم من علامات قبول الحسنة أن توفق لحسنة بعدها، من علامات قبول الحسنة أن توفق لحسنة بعدها. ثم ذكر في منتصف الصفحة 24 قال: ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها، يجاهد نفسه على الطاعة، يجاهد نفسه على النوافل، يجاهد نفسه على كذا، يجاهد نفسه على كذا، قال حتى ويؤثر، حتى يرسل الله سبحانه وتعالى برحمته عليه الملائكة، يأتيه مدد من الله، هو في فراشه يستيقظ مباشرة إلى قيام الليل. هكذا يأتيه خواطر بأن يصوم يوم الاثنين، تنبعث نفسه لأن كذا لكذا لكذا لكذا. واعلموا يا إخواني ويا إخواتي أخواتي أن الناس في الطاعات ومعاناتها على شقين: من الناس من هيأ الله لهم الحسنات
وفعل الطاعات فلا يجدون أدنى معاناة. ومن الناس من يوقع الطاعة لكن بعد معاناة، ولكن سيوفق في الأخير. الله سبحانه وتعالى قد قال: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. يجتبي من الناس من يصطفيهم الله سبحانه وتعالى ويهيئ لهم الحسنات، فلا يجد أدنى غضاضة في إعفاء لحيته، ولا يجد حرجا في أن يقصر ثوبه، والمرأة لا تجد أدنى حرجا أن تغطي وجهها، ولا تجد حرجا في أن تلبس العباءة على الرأس، وإن قال لها الناس إن شكلك كأنك صاحبة 70 سنة وكأنك وكأنك، تجد الطاعات في قلبها سهلة لينة سمحة. ومن الناس من يحتاج إلى معاركة ومجاهدة للنفس، لكنه سيوفق بعد ذلك. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. من ينيب ويعاود ويحاول بين الكرة والمرة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهذا الذي قاله في هذا الباب، وهذا شاهده ومعناه من كتاب الله سبحانه وتعالى على ما أوردناه. ثم وأورد أيضا ثم في صفحة 25 في منتصفها قال: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلى المجاهرين، وإن من الإجهار أن يستر الله العبد ثم يصبح يفضح نفسه ويقول: يا فلان عملت يوم كذا وكذا، فيهتك نفسه وقد بات يستره ربه. من الله عليه بأعظم نعمة، من الله عليه بأعظم نعمة أن ستره وأرخى عليه الستر. كثيرون يتألمون لما كشف الله عليهم ستر ذنوبهم وستر فضائحهم، وهذا بنفسه يرفع هذا الستار الذي ستره الله به، ويفاخر في الديوانية وفي الجروبات: أنا فعلت كذا وأنا فعلت كذا. ستره ربه، وما زال هو يرفع ويزيح عن نفسه ستر الله سبحانه وتعالى. وأيضا قال: فاللوطية ميراث عن قوم لوط. واختلف أهل العلم في هل يجوز تسمية من يفعل هذه الرذيلة الشاذة يسمى لوطيا أو لا يسمى. هو يعني حديث اللوطية الصغرى مختلف في تصحيحه وتضعيفه، فلذلك تجدون بعض أهل العلم يتسامحون وبعض أهل العلم يمنعون في هذا. فبين على كل على أن هذه الذنوب موروثة عن أسلاف وأناس سبقوا ونحو ذلك. وفي أيضا بعض الأشياء التي أحببت أن أعلق عليها، لكن لعل الوقت قد دهمنا وأزف. في صفحة 27 في الأسطر الأربع قبل الأخير قال: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال: هو الذنب بعد الذنب. جاء عند الترمذي: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه، أي محي عنه أثر تلك النكتة السوداء، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه. قال: وهو الران الذي ذكره الله، والقلوب تنكت فيها النكت السوداء حتى يكون القلب كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ثم أورد في آخر صفحة 28 الآية البديعة في قول الله سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، يحملون العرش الملائكة، ويستغفرون للذين آمنوا. ما دمت مؤمنا وتجاهد على فعل الطاعة وترك المعصية، اعلم أن الله سخر لك ملائكة يستغفرون لك، بنص القرآن: ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. وهذه بشرى كبيرة لي ولكم يا إخواني ويا أخواتي، ليس أحد منا لا يعصي الله سبحانه وتعالى. فاغفر للذين تابوا، إذا تبت فإن الله. ما الفوائد التي يجنيها التائب؟ أولا يفرح الله سبحانه وتعالى بتوبته، كذلك الذي أضل بعيره في فلات فلما وجدها قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فأخطأ من شدة الفرح، ففرح الله وضحك وعجب من هذا العبد. الأمر الثاني أن الله يبدل سيئاتك حسنات. الفائدة الثالثة أن الله يسخر لك ملائكة تدعو لك: فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ثم قال: ربنا وأدخلهم. هذه دعوات من الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم، ولا شك أن دعوات الملائكة أرجى من دعوات بني آدم لأنهم لا يعصون الله. قال: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال: وقهم السيئات. يا ربي ما دام تابوا من تلك المعاصي، يا ربي
فقهم ألا يقعوا في المعاصي هذه، وجنبهم وإن وقعوا فليتوبوا، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. فهذه هي أحوال الملائكة في دعائها للذين تابوا واتبعوا سبيل الله. ويا إخواني ويا أخواتي، هذه الأضرار التي أوردها ابن القيم في شأن الذنوب وأضرارها ليس معناه أن تكون معصوما. بعض الناس إذا قرأ مثل هذه الأشياء يظل عنده فكر أعوج وتصور أعرج. لا، ليس معناه أن تكون معصوما، معناه أن تجاهد نفسك أن لا تقع في المعصية. واضح يا إخواني؟ معناه أن تجاهد نفسك أن لا تقع في المعصية، فإن وقعت بادر بالتوبة. خلاصته اكتبوا، خلاصة هذا الأمر أنه جاهد نفسك على أن لا تقع في المعصية، فإن وقعت فيها بادر بالتوبة وعاجل قبل أن تعاجلك المنية، وقبل أن ينزل عليك سخط الله وغضبه ويهتك سترك ربك سبحانه وتعالى. هذا معناه وخلاصته. أما العصمة فليست لأحد، لو لم تذنبوا لذهب أذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم. هذه الموازين لا بد أن تكون حاضرة ومعروفة في الأذهان. والناس حيال الذنوب والمعاصي على 3 أضرب، ضرب بينهم وبين الذنوب كما بين كالجبال، فلا يرى هذه الذنوب ولا يرى فتنها ولا يشم لها رائحة ولا تفتنه مناظرها، فهو ابتعد ببدنه ابتعادا. هذا معناه ابتعد عن الذنوب لا تقترب منها. الثاني من بينه وبين الذنوب كالزجاج، من بينه وبين الذنوب كالزجاج، صحيح لا يشم رائحتها ولا يسمع صوتها، لكنه يرى تموجاتها وتخطفه وتغازل عينيه. يمكن أن يكسر ذلك الزجاج ويتجرح يده ليصل إلى المعصية. والصنف الثالث هو الذي والذنوب في لحاف واحد، تخامره ويخامرها. فهذا معناه ابتعد عن الذنوب وعن أسبابها، فإن وقعت فبادر بالتوبة وألا تقع فيها، لأنه ليس أحد معصوم من الذنوب والمعاصي. هذا هو ختام مجلس اليوم. ما كان من صواب فمن الله وحده الرحمن، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان. وشكر الله لكم حضوركم وإنصاتكم ومتابعتكم والقارئ. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وجميل العاقبة والعون على الطاعة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم هؤلاء عبادك وإماؤك اجتمعوا ليتعلموا ما قلت وما قال رسولك صلى الله عليه وسلم، يرجون رحمتك ويخافون عذابك. اللهم اقضي ما في علمك من حوائجهم، واشف مرضاهم ومرضى المسلمين، واقض لهم كل حوجاء، وعاف جرحاهم ومرضاهم، ورد غائبهم، واشف ذرياتهم وأبناءهم، واهدهم سواء السبيل، واهد أبناءهم وبناتهم، ونور بصائرهم بنور العلم والإيمان واليقين. واقض ما في النفوس من الحاجات والحاجات يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الموعد غدا 1 ظهرا. من فاته شيء من الأسئلة التي تتكرر، من فاته شيء من المجلس فإن التسجيل سيوضع. من لم يحضر أصلا يستطيع أن يستمع التسجيل ويكتب اسمه في الاستمارة، ومن حضر جزءا من الوقت يستدرك ما فاته من التسجيل، والتسجيل مستمر اليوم وغدا. وإن شاء الله إذا ختمنا هذا الكتاب وتيسر وقته بدأنا في الوابل الصيب من باب التحلية بعد التخلية بإذن الله تعالى. وشكر الله لكم إنصاتكم جميعا، وآسفون على أن زدنا على الوقت 13 دقيقة. وصل إلهي كلما ذر شارق على خاتم الرسل الكرام الأطايب، وجزى الله القارئ خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.